عايز اكلمكم على السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا ادانا عمر ويدينا عمر تاني نكمل توبتنا فيه. السنة الجديدة 3 حاجات نلحق نعملها النهاردة وبكرة وبعده، فاضل 3 أيام. كل واحد فينا يقعد ساعة على الأقل يقفل على نفسه ويمسك ورقة وقلم كده ويكتب 3 حاجات. أول حاجة يكتبها ايه اللي ربنا عمله معاه طول السنة. اولهم انه لسه عايش، وإلا ما كانش هيكتب، مش كده؟ واللي بيحبهم في منهم ناس كتير عايش، نشكر الله، يبقى لازم يكتب دي، لان احنا حتى نعمة الحياة بننسى نشكر عليها، ودي نعمة كبيرة قوي ما بندركهاش للأسف غير لما حد يمشي، لكن دي نعمة. فأول حاجة أشكرك يا رب إن أنا عايش وإن حبايبي لسه عايشين، فلازم تشكر. تقعد تكتب بقى إحسانات الله، إن لسه فيك نفس، لسه عارف تمشي على رجليك، لسه بتشوف، إنه يعني ربنا مديك لقمة تاكلها ما احتجتش، إنه في مشاكل عدت واتحلت. اقعد اكتب بقى، وإنت بتكتب عمال تقول إيه في سرك؟ أشكرك يا رب، لأنه يليق في نهاية سنة أن الواحد لا يكف عن شكر الله. إحنا مقصرين جدا في الشكر. الكتاب بيقول شاكرين كل حين على كل شيء. كل حين يعني اليوم 24 ساعة، اضرب مش عارف في كم دقيقة في كم ثانية، شوف كان المفروض تشكر كم مرة. شاكرين كل حين، وبعدين على إيه؟ على كل شيء. ده إحنا كده ما ناخدش 1 من 1000 في الشكر، ده حاجات كتيرة، ولا شكرنا ولا عملنا حاجة. يبقى على الأقل نيجي على آخر السنة نكتب إحسانات الله ونقعد نشكر. تاني صفحة تكتب إيه؟ عمايلك بقى، تكتب خطاياك، تكتب تقصيراتك، تكتب اعتذارات لربنا. يا رب قصرت في الصلاة، قصرت في الإنجيل، قصرت في القداس، قصرت في الخدمة، قصرت في السؤال عن الناس، قصرت في احتمال بعض الناس، قصرت في وصية كذا ووصية كذا ووصية. وتقعد تعد بقى، ده انت هتلاقي وصايا بالكوم. وصية لا تدينوا، اكتب قصرت طبعا في لا تدينوا دي. طب احسنوا الى مبغضيكم، لا ده انا قصرت قوي. اقعد اكتب، لانه بعد ما تقول اشكرك يا رب باستفاضة، ترجع تقول ايه؟ ارحمني يا رب، وتقولها باستفاضة برضو. كلمتين دول يدخلوا السماء. ما تقول اشكرك يا رب كتير، تقول ارحمني يا رب كتير، انت ماشي كده صح، لان دول اللي يحطوا في قلبك اللي قالته العذراء النهاردة. العذراء شاورت، ما هي فاهمة كل حاجة العذراء، مين اللي هيوصل للسماء؟ مجموعة اسمها الايه؟ المتواضعين، دول اللي هيعتبوا السماء. فقالت انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع الايه؟ المتواضعين. عاوز تترفع ويبقى لك نصيب مع من العذراء في حضور الله الدائم في السماء، خليك متواضع زيها. ونظر إلى التضاعة عمته، هي فاهمة، بيبص على مين؟ اللي بيعرف يقول الكلمتين دول، أشكرك يا رب، ارحمني يا رب، يقعد يبدل عليهم كده. ثالث صفحة بقى اكتبها بالراحة شوية، وقول نفسك تعمل ايه، مش نفسك طبعا تجوز العيال وبتاع، نفسك تعمل ايه روحيا. اكتب في ثالث صفحة نفسك تعمل ايه؟ نفسك تقرا الانجيل اكتر، اكتب. نفسك تبطل عصبية، طب اكتب. نفسك مثلا انك تخدم ناس غلابة اكتر، ما تكتب. نفسك العشور تزيد، يلا اكتب، اعمل حاجة. نفسك الوقت اللي بتدير ربنا يزيد، لانه ده لوحده مقياس مهم. احنا بنقطر على ربنا على فكرة، بنديله بالقطرة كده بالشح، وربنا مدينا كل حاجة، طب ما نديله وقت أكتر. احنا عندنا كفاف بزيادة، ده هو قال إذ يكون لنا الكفاف كل حين نزداد في إيه؟ في كل عمل صالح. طب ما كلنا عندنا كفاف، احنا بنرمي الأكل والدواليب مليانة وهتنفجر، مش ده كله ده شهادة علينا؟ طب وبعدين مفروض نزداد في كل عمل صالح، على الأقل عشان نعرف نقف قدام ربنا الدلع اللي احنا فيه ده ما يشهدش علينا. يبقى احنا محتاجين نكتب نفسنا نعمل ايه روحيا. يبقى النهاردة ياريت تهتموا بالحكاية دي،
بالكتير بكرة آخر ميعاد يوم الثلاثاء، تقعدوا قاعدة كده لا تقل عن ساعة تكتب 3 صفحات، صفحة اسمها إحسانات الله، وصفحة اسمها إيه؟ خطاياي الخاصة أو تقصيراتي، وصفحة اسمها نفسي أعمل إيه؟ لما تحط ده كله في الصلاة هتبتدي سنة جديدة مظبوطة، تبقى داخل كده وانت عندك 3 مشاعر جميلة: شعور بالشكر والعرفان، ده شعور حلو مقدس، شعور بالخجل والتوبة، ده شعور حلو مقدس، شعور بالرجاء والرغبة في الروحانية، ده شعور حلو مقدس. فتبقى ابتديت السنة بداية جميلة. كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.